إن أراد المرء التقوى فليكن فلتكن سريرته كعلانيته وباطنه كظاهره، لا يختلف، لأن الناس عنده كالحجر لا يلتفت إليهم في مدحهم أو ذمهم، في رضاهم أو سخطهم، فهذا من علامة الإخلاص لله تعالى، هذا المعنى العظيم الذي استقر في نفسه، وهو بعيد كل البعد عن الرياء. وهذا معنى قول آخر لبعض أهل العلم في بيان حقيقة التقوى، وذلك حين قال بأن التقوى هي أن تزين سريرتك للحق كما تحب أن تزين ظاهرك للخلق، أن تزين سريرتك لله للحق. فيعتني صاحب التقوى بتنقية نفسه من أدرانها والأوساخ، بعلاجها من أمراضها كالكبر والغرور أو الإعجاب بالنفس والحمية الجاهلية كما يقال يعني شف، و الرياء والنفاق وغير ذلك من الصفات الذميمة. فكما أن المرأة في العادة يحب أن يكون أمام الناس بحسن هندام لا مغتسلا فقط من الوسخ، وإنما يلبس أفضل الثياب ويتذكى بأذكى الأطياب، فإن صاحب التقوى يحرص على أن تكون سريرته كذلك نقية صافية كالصحن أو كالصفحة البيضاء مع الله عز وجل، لا يلطخها بشيء من المعصية. لا يعني ذلك أن أن التقي يرتكب المعاصي الظاهرة، كلا، لأن هذه المعاصي الظاهرة تكدر صفاء السريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال التقوى هاهنا قالها ثلاثا وأشار إلى صدره، لا يعني بذلك أن المرأة يعتني بقلبه ثم لا حرج عليه بعد ذلك أن يرتكب المعاصي الظاهرة كما قد يحلو للبعض، وذلك لأننا نعلم أن القلب سلطان الجوارح كما ورد في الحديث، ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ساء خلق أحد فلنعلم أن قلبه مريض، وإنما هذا أثر فساد في الباطن، كما أنه لو حسن خلقه فكذلك في باطنه أصل تلك الصفة من الصلاح على الأقل، ولو لم يكن كل قلبه على صلاح، فعلى الأقل أصل تلك الصفة من الخير في قلبه، فنتج عنها هذا السلوك الحسن. وبعض العلماء يقول بأن الإنسان يبلغ التقوى إذا كان على ورع، ودون الورع فلا تقوى، لأن الورع هو رأس التقوى، إذ المراد به تجنب المحارم والحذر من الوقوع فيها مع مزيد من الحرص والعناية بذلك،
ليس بترك المحارم عينها فحسب، وإنما بتجنب الشبهات أيضا، لأن من حمى حول الشبهات أو رعى في الشبهات فقد رعى في الحرام كما جاء في الرواية، أن يقع فيه، من حام حول الحمى وقع فيه. وربما يبلغ بعض الناس درجة في التقوى أن يترك المباح لا تعنتا أو تشددا في الدين وتنطعا، بل ترفعا عن حظوظ الدنيا حتى لا تشغله هذه الفضول عما هو أهم من الدار الآخرة، مع عدم تحريم ذلك، فلا يحب أن يتوسع في الدنيا هكذا رغبة عنها، مع أنه يعلم من نفسه أنه لو اشتغل مثلا بالشيء الفلاني لفتح عليه فيه، ولكنه يفضل ما هو أكمل وأفضل وأعظم مما يقرب إلى الله تعالى مباشرة، وإن كان سبيل الدنيا أن لو استغل من قبله يتحول إلى طاعة ولكن بطريقة غير مباشرة.